بس على ذكر الإرهاب، خد بالك الإرهاب لم ينضب في العالم حتى وإن حاول العالم أن يقف، وكنا بندعو هذه الدعوة من سنين فاتت وقلنا خلي بالكو الإرهاب مش بعيد عن حد. النهاردة احنا امبارح اتكلمنا على إعلان باراجواي، والنهاردة بنتكلم على إعلان جزر القمر إنه الإخوان منظمة إرهابية. فخلوني هربط الاتنين ببعض بعد إذن حضراتكم. الإرهاب اللي كان في سيناء وتم تجفيف منابعه، والإرهاب اللي لازلنا بنحاربه على الصعيد الفكري حتى لا يعود مرة تانية. ناخد معانا على التليفون الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا 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 وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، وحشنا قد الدنيا ليك وحضرتك أكثر، وربنا يوفقك دايما جميعا والسادة المشاهدين جميعا جميعا. دكتور خالد، في يمكن حاجتين وأنا سمحت لنفسي أن أنا يمكن أربطهم شوية ببعض. ما كان يحدث في سيناء من محاولات استيلاء المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة والمتطرفة على سيناء وصولا إلى تجفيف هذه المنابع بالكامل حتى وصلنا إلى التنمية، ثم لو صح تعبير نحود على اللي حصل ما بين إعلان باراجواي وإعلان جزر القمر، كيف يراه الدكتور خالد عكاشة؟ يعني لو هبدأ بسيناء طبعا لانحيازي ليها وبكم عشقنا كمصريين لهذه البقعة من الأراضي المصرية، الحقيقة أنا بشوف اللي حصل النهاردة واللي استمعنا إليه النهاردة صباحا أمر يسلك صدورنا جميعا ويدل ويؤكد ويعزز الخطة الاستراتيجية اللي الدولة اشتغلت عليها من أول ثورة 30 يونيو حتى هذه اللحظة من لحظات النجاح والانتصار اللي احنا كنا موجودين فيه النهارده. فعلا انا هتفق مع حضرتك زي ما قلت من دقائق وانت بتقول الدوله المصريه اشتغلت على مكافحه الارهاب الحقيقه وفق يعني احدث المبادئ والاطر العالميه اللي بتذكر النهارده ان سلاح التنميه هو جنبا إلى جنب، جنب القوات المسلحة وجنب الأجهزة الأمنية وجنب أجهزة الاستخبارات، هي علاج ناجح وما تقدرش عليه دول كتير إنها تشتغل بقوة الصلبة وبقوة وسلاح التنمية والعمران والتطوير في آن واحد. بس مصر الحقيقة لتجربة فريدة حقيقة هي اللي جعلتنا نحقق الانتصار في هذه الفترة الوجيزة على خطر كبير زي اللي كان موجود في سيناء، هي ان احنا اشتغلنا من اللحظه الاولى. المهندسين المصريين والشركات المصريه والعمال المصريين كانوا بيشتغلوا تحت النار يا استاذ يوسف، صحيح، في فرع قناه السويس الجديد وفي انفاق قناه السويس وفي انشاء المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وهي المشروعات الكبرى والاستراتيجيه للدوله المصريه، وكانت بتتم جنبا الى جنب جوه آلية الحرب على الإرهاب. هو ده اللي وصلنا إلى المرحلة اللي احنا موجودين فيها النهاردة. حجم التكاتف من أبناء سيناء واللي النهاردة وعدوا السيد الرئيس، والسيد الرئيس وعدهم أيضا بأن كل مؤسسات الدولة موجودة على أراضي سيناء علشان فعلا تعود سيناء قاطرة نمو للدولة المصرية كلها، ده ما كانش كلام فيه أي قدر من المبالغة على حجم التضحيات وحجم الشغل الوطني الحقيقي اللي تم في هذه البقعة. مصر كانت مصرة ان سيناء ترجع طاهرة خالية من الإرهاب ومن اي تهديد ومن اي مشروعات غير وطنية تستهدف تهديد حياة المواطنين، وده اللي الحقيقة يعني قدرنا النهاردة ان احنا نتلمس ملامحه. النهاردة كمية ارقام اتقالت حوالين كم الانفاق اللي الدولة انفقته على سيناء من العام 2014 مش النهاردة، يعني بادية مبكرا جدا في مشروعات المياه وفي مشروعات البنية التحتية في ميناء العريش اللي النهاردة السيد الرئيس اكد عليه عملية الربط ما بين ميناء العريش وما بين الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا التمييز الايجابي اللي احنا كلنا بنرحب بيه ومسمينينه جدا، لانه الحقيقه بيضع ميناء العريش في قلب التنميه المصريه، والسيد الرئيس بيتكلم بيقول الكلام ده مش بنعمله للنهارده فقط،
الكلام ده هنحصد ثماره بعد 5 سنوات وعشر سنوات وعشرين لأبناء وأبناء أهالي سيناء اللي موجودين النهاردة. يعني عمليات تنمية وخطط تنموية بعيدة المدى عندها أفق واسع جدا، عندها طموح ان فعلا سيناء تكون رقم مهم ورقم فاعل في كل مجمل الانتاج القومي للدولة المصرية وللوطن كله، وفعلا تبقى منطقة جذب ما تبقاش منطقة تهديد ولا اخطار من اي نوع. ده الحقيقة الجانب اللي يتعلق بسيناء، وكان مشهد مشرف ومشهد محل فخر لكل المصريين، ومشهد بنهديه لشهداء الجيش والشرطة والمدنيين اللي قدموا أرواحهم في سبيل الانتصار، اللي احنا النهاردة كنا بنشوف ملمح من ملامحه بيتم النهاردة على أرض محافظة الإسماعيلية، بالوعد بتطوير عملية التنمية ودخولها إلى أفق جديد وإلى مرحلة جديدة بعد أن انتصرت الدولة انتصار حقيقي على الإرهاب في سيناء. عظيم جدا. طيب ده واحنا بنتكلم على ما يحدث في سيناء ما بين حرب على الإرهاب وفي نفس الوقت التنمية والعمران في سيناء، وزي ما حضرتك وصفت بالضبط هي تجربة غير مسبوقة على الإطلاق، وبتستمر مصر حتى هذه اللحظة في مسألة الحرب الفكرية على الإرهاب، وما حذرنا منه سابقا أصبح يراه العالم حاليا. كان عندنا إعلان باراغواي ثم إعلان جزر القمر. أهم ما في هذين الإعلانين الحقيقة نقطتين في غاية الأهمية. أول نقطة إن هذه الدول كانت تستغل، وخاصة باراغواي وأورغواي والبرازيل والأرجنتين أيضا، إن هذه الدول ببعدها الجغرافي عن منطقة التأثير اللي احنا موجودين فيها كانت بتستخدم من قبل التنظيمات الإرهابية ليس من أجل التجنيد أو جلب سلاح أو غيره، لا، كانت بتستخدم لإدارة المحافظ المالية اللي بتمول بها هذه التنظيمات نشاطاتها الإرهابية، واللي بتنفق منها على حجم الإنفاق الهائل اللي كنا طول الوقت بنتساءل منين بتيجي هذه الملايين، منين بيصرفوا على القنوات اللي كل قناة يعني تلفزيونية في أي مكان في العالم بتحتاج إلى ملايين من الدولارات شهريا، منين بيقدروا ينفقوا على كم الأسلحة وكم التجهيزات اللي بيظهروا بيها في دول فقيرة جدا في أفريقيا وفي أسيا وفي مناطق غريبة. الحقيقة الدول اللي زي دول أمريكا اللاتينية ودول بعيدة عننا كانت طول الوقت بيتم زرع عناصر فيها لاستثمار الأموال ولتحقيق أرباح. أجهزة الأمن لهذه الدول انتبهت، وده تاني حاجة بقى من الحاجات المهمة جدا في الإعلان عن تصنيفها جماعة إرهابية، إن هي ذكرت جملة كنا طول الوقت بنقولها من أول 2013، وكان ربما دول كتير ما كانتش قادرة تاخد المقاربة المصرية بالاهتمام اللازم. كنا بنقول، وهم النهاردة قالوا كلام دوت في حيثيات إدراجها كجماعة إرهابية، قالوا احنا اكتشفنا ان جماعة الإخوان هي الظهير الأيديولوجي لكل التنظيمات الإرهابية، وذكرتهم بالاسم داعش والقاعدة وكذا يعني فهمت كويس جدا جدا ان جماعة الإخوان تقف وراء كافة هذه التنظيمات، وانها رافض رئيسي لضخ الأموال ولتجنيد العناصر لصالح هذه التنظيمات الإرهابية. وللعلم هذا هو السبب الرئيسي اللي جعل هذه الدول تصنفها جماعة إرهابية. هي شايفة أن جماعة الإخوان بتمثل التربة وبتمثل المادة الخام اللي بتصدر منها العناصر، واللي بتقدر توفر أموال تمول بها هذه التنظيمات أو تدفع بعناصرها، وكمان الإشارة إلى إن هم بيقدموا دعم أيديولوجي، يعني الفكرة والتخريجات المتطرفة والإرهابية والتخريجات الفكرية اللي بتغسل أدمغة الشباب أو العناصر المنضبطة، واللي بتخليهم عندهم رغبة في الموت ورغبة في تفجير أنفسهم وإيذاء أوطانهم ومجتمعاتهم وغيره.
الكلام دوت لما يجي من دولة في أمريكا اللاتينية اللي هي بعيدة عن دينيا وثقافيا إلى حد كبير وحتى في طبيعة المجتمع وغيره، حقيقة يعني ده كان أمر لافت وأمر يدعو للانتباه، وأعتقد أنها ضربة قاسمة بشكل كبير جدا لكم من الأموال كان يتم استثمارها في هذه الأسواق المهمة واللي كانت بتعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في توفير الأموال وفي حركة تجارية كانت تمول من خلالها قنواتهم الإعلامية وأيضا نشاطات الإرهاب المسلح. طب معلش يا دكتور أنا هتقل عليك سنة كمان، هل ده من الوارد، ربنا يخليك، هل ده من الوارد إن هو يبقى ليه رد فعل عملي لدى أجهزة غربية تبدأ أن تدقق في تدفقات الأموال بتاعة الجماعة؟ لأن هناك الكثير من الأجهزة والأنظمة تستضيف الجماعة وتستضيف قنواتها. أنا لسه في عندي قنوات موجودة في غرب أوروبا، لسه في عندي روافد للجماعة موجودة في أمريكا الشمالية إلى آخره. هل ده هيدفع للمزيد من التدقيق أو على الأقل أو حتى في بعض الأحوال مش أقول على الأقل ملاحقة بعض كوادر الجماعة؟ أنا أتوقع ذلك يا أستاذ يوسف. يعني إحنا بنتكلم على دولة يمكن تصنيفها باعتبارها دولة محايدة، يعني ما فيهاش كما كانوا يحاولوا أن يتهموا الدول العربية اللي صنفت هذه الجماعة جماعة إرهابية، كانوا طوال الوقت يلقوا باتهامات بأن هناك خلاف سياسي ما بين هذه الدول وما بين جماعة الإخوان. قالوا كده عن مصر، وقالوا كده عن المملكة العربية السعودية، صح، وعن الإمارات وعن البحرين وعن الأردن وعن تونس. الكلام ده وقت ما يخرج من أمريكا اللاتينية لا هيلتفت كتير جدا جدا من مؤسسات وأجهزة الدول العالم المختلفة وخاصة أمريكا الشمالية وأوروبا بالذات. وأنا عارف أن حضرتك تقصد هذه المناطق على وجه التحديد طبعا. لأن هي الأخرى لازال يتم فيها غسيل الأموال لصالح تمويل الإرهاب بشكل أو بآخر، وحتى الآن يتم فيها إدارة محافظ مالية لصالح الإنفاق على المنصات الإعلامية والكتائب الإلكترونية وغيرها من الأنشطة المشبوهة واللي هي بتصب في اتجاه الكراهية والعنف وغيره. الدول دي هتضطر في وقت قريب جدا انها تعمل عمليات تتبع. احنا يعني شفنا قبل كده نموذج مشابه لباراغواي، بس الحقيقة ما خدش مساره للنهاية. حصل في لندن، حصل في بريطانيا، مظبوط، ان لجنة تقصي حقائق خرجت في العام 2019 وصلت لنفس النتائج اللي وصل لها برلمان باراغواي، واللي قدر ان هو في التصويت ياخد اغلبيه كاسحه واجماع بضروره التصنيف. لجنه تقصي الحقائق في بريطانيا وصلت لذات المفهوم، صحيح، ان قالت جماعه الاخوان تمثل الجسر ما بين المجتمعات المسلمه وما بين التنظيمات الارهابيه، وان هي اللي بتاخد الشباب المسلم وبتوديه الى لالحاقه بهذه العناصر. وعرض هذا التقرير في مجلس العموم البريطاني بنهايات 2015 لو أنا متذكر، كان نوفمبر أو ديسمبر، وبعد شوية الأمور هس. لم يحصل للأسف الشديد على الأغلبية، وده السبب. لكن التقرير 12 وإحنا قريناه بالكامل، صحيح، وزي ما بقول لحضرتك هو قريب جدا في وصوله للنتائج والمستخلصات مما تم إعلانه منذ أيام في أمريكا اللاتينية. إذن إحنا قدام إرهاصات هتدفع مؤسسات الدولة الدول المختلفة إنها تراجع، وخاصة عمليات الاستثمار أو غسيل الأموال. أمر معقد جدا طبعا، وعملية تحويل الأموال وانتقالها وحرية التداول وغيره من الإجراءات البنكية اللي بتسمح باستغلالها لكتير من الفجوات بتشتغل عليها جماعة تعمل في الظلام زي جماعة الإخوان. لكن في نفس الوقت برضو النهاردة في العصر الحالي اللي احنا فيه لا، في تدقيق في مسألة مصادر الأموال، هل هي لصالح جماعات ولا هي مؤسسات استثمارية جادة ولا يعني هيبقى فيه
نبش في أوراق وتحركات هذه الجماعة لم تحظى بالحرية الحركة كما كان عليه الأمر سابقا، ودي كانت مش مفاجأة خالص أنها تطلع من أمريكا اللاتينية رغم اختلاف كبير جدا الساحتين ما بين منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لكن لأن أجهزتهم هناك اشتغلوا بالجدية وبالحيادية وبالمهنية الواجبة قدروا يوصلوا للنتائج دي. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، أولا نورتنا وشرفتنا، وهذا الموضوع يحتاج أنه تنورنا في الاستوديو أول ما وقتك يسمح أرجوك. أشكرك جدا، أشكرك جدا 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 سيادة العميد الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.